بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أنور من قناة شاهد وتعلم مع الجرجاوي لصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية والغسالات الأوتوماتيك. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الطريقة الصحيحة لتركيب كاوتشة الرداخ، لأن معظم طبعا الفنيين بتركب الكاوتشة غلط وبيحتاروا بعد تشغيل السخان، بيعاكس معاهم في تشغيل السخان. فالنهاردة إن شاء الله معانا سخان تورنيدو 6 لتر بدون مدخنة، هنتعلم مع بعضينا بيان عملي على تغيير الكاوتش بتاعته بالطريقة الصحيحة والاتجاه السليم. هنفك طبعا المسمارين اللي ماسكين وش السخان من تحت، واحد يمين واحد شمال زي ما حضراتكم شايفين، وهنسحب الوش سنة لفوق مع الرفع الأعلى، هيطلع معانا بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين، لان من فوق هو طبعا راكب على بنزين او شانكل بمعنى اصح. هنفك الكليبسات بتاعت حساس الحرارة وتغذية العداد الديجيتال زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت يا جماعة اللي ما عندهوش خلفية انه يشتغل في سخانات الغاز، يا ريت بلاش يشتغل فيها، لان سخانات الغاز يعني خطرة جدا. دول 4 مسامير بتوع وش مجموعة الرداخ، دول اللي بيغطوا الكاوتشة ومجموعة الرداخ. هنفك ال4 مسامير مع الصامولة بتاعة دخول المية الباردة للسربنتينة، وفي مسمارين في الأرضية تحت ماسكين قاعدة نص المجموعة بتاعة الرداخ زي ما حضراتكم هتشوفوا مع بعضينا دلوقتي. دي الصامولة هفكها ببنزة أو مفتاح 24، هي خفيفة يعني مش هتحتاج مفاتيح، بحرف البنزة كده أفك الصامولة وأكمل عليها بإيد، هتطلع معاي. وأسحب سنة الماسورة للخارج بالراحة خالص بحيث تديني مجال إن أنا أقدر أفك وش مجموعة الرداخ بكل سهولة. هنفكه بقى ال4 مسامير مع بعضينا اللي ماسكين الوش بتاع مجموعة الرداخ زي ما حضراتكم شايفين، 4 مسامير قصاد بعض. هما طبعا السخان جديد طبعا، وانا حملت يعني حاولت اعمل بيان عملي عليه ازاي نغير كاوتشة الرداخ بالطريقة السليمة. الكاوتشة اللي فيه سليمة يا جماعة، بس انا هجيب كاوتشة تاني عشان ايه، طبعا الكاوتشة القديمة بتبقى طبعت زيادة عن اللزوم، فالجديدة بيبقى صعب يعني غير الفني انه يحدد اتجاه الكاوتشة سواء دي من ناحية الطبق او دي من الناحية الخلفية للطبق. كده احنا فكينا مجموعة النص مجموعة الرداخ زي ما حضراتكم شايفين، الكاوتشة القديمة ما فيهاش اي حاجة، هنفحصها مع بعضينا يعني بالطريقة السليمة ما فيش اي مشكلة فيها. احنا هنفحص الداير بتاعها زي ما حضراتكم شايفين واحدة واحدة، ونشوفه ان ما هي ما فيهاش اي قطع. فانا حبيت طبعا اعمل بيان عملي على وضع السليم، الوضع السليم للكاوتش، يعني ازاي تبيت الكاوتشة بالوضع السليم والاتجاه السليم بتاعها على مجموعة الرداخ. دي سليمة هنركنها على جنب ونركب واحدة تانية عشان نتعلم يا جماعة ازاي نريح الكاوتش على الطبق بتاع ابرة الرداخ. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الاتجاه الصحيح بتاعها، طبعا دي القديمة، دي الجديدة تحس ان برضو مفيش يعني بالنسبة للغير الفني بيبقى صعب انه يحدد الاتجاه بتاع تريح الكاوتش على مجموعة ابرة الرداخ. دي الكاوتشة الجديدة، طبعا بالنسبة للفن باين الاتجاه بتاعها الأمامي من الخلفي، بس للعميل بتبقى صعبة شوية، لازم يكون عنده خلفية ليه لما يحدد الاتجاه بتاعها. طبعا الخلفية أو الظهر بتاع الكاوتشة بيبات على المنطقة دي أو بيبات عكس الطبق بتاع مجموعة إبرة الرداخ زي ما حضراتكم شايفين. ده النص اللي احنا فكيناه بيبقى فوق الطبق على طول، الحتة الكرش دي ده الكرش، هجرب لكم شوية يا جماعة اهو، ده الكرش اللي بيبات اللي بيغطي الطبق، دي ناحية الكرش، ده الوضع السليم بتاعها او الوضع الصحيح بتاعها. ونحط البنز طبعا ده اللي بيثبتها وبيرجع الفايز بتاع المية، وبكل اريحية كده بنريحها على الطبق بتاع ابرة الرداخ. ده كده يا جماعة الوضع الغلط، ده الوضع الغلط، انا جلبتها لكم عشان اوريكم الوضع الغلط. تحس ان في كرش هنا، الكرش ده بيبقى من الناحية الخلفية للمجموعة اللي انا فكيتها دي، والبطنية بتاعتها بتبقى على الطبق بتاع ابرة الرداخ زي ما حضراتكم شايفين بالراحة كده.
واثبتها على الطبق، وبعد كده ابيت البنز مكانه. لازم يا جماعه كل حاجه تبات مكانها عشان ما يبقاش فيه تسريب ميه من المجموعه دي، زي ما حضراتكم شايفين بالراحه خالص وبكل سهوله وبكل تمكن اثبت المجموعه. وفي برضو ممكن اثبتها بالوضع المايل لما اكون السخان طبعا فكه ومعاي بره بره المكان اللي هو ثابت فيه، كده بتبقى اسهل معايا. وركب البنز طبعا في المجموعه اللي تحت بقى، وبريح النص ده عليها، هيبات برضو اسهل من الطريقه الاولانيه. وابدا اثبت مكانه وابيت البنز في مكانه بتاع فايز الميه، بعد كده اثبت مسمار عشان اعرف اتحكم في المجموعه كلها يا جماعه، عشان مفيش حاجه ترحل مني. المسامير لما اجي اربط المسامير ما ربطش المسامير جنب بعض، لا مسمار وقصاده مسمار، بحيث يتجمع المجموعه قصاد بعضها، ما يبقاش في جنب محمل او مربوط زياده عن جنب تاني. ودي طبعا الدخل الميه البارده للسربنتينه، بضغط عليها سنه بسيطه واروح مركب الصاموله او رابط الصاموله سنه سنه لحد ما يجمع في السن السليم بتاعها، عشان ايه ما يفوتليش السن. واديها ضغطتين او ربطتين بالبنزه بكل سهوله برضو، يعني ايه ما تغشمش عليها عشان ايه ما يعصرليش المواسير بتاعه السربنتينه، لان طبعا انتوا زي ما حضراتكم شايفين مواسير ضعيفه، واجل عصره تحمل بيها بتروح عصرها. اروح رابط المسمارين بعد كده بتوع ارضيه المجموعه اللي بتثبتوا في الشاسيه بتاع السخان، برضو اربطهم على قدر الامكان يعني من غير ما اتعافى عليهم. يا ريت لو اول مره تزورونا بالقناه ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. زي ما حضراتكم شايفين انا كبرت لكم الصوره شويه عشان تبان المسمارين اللي في القاعده اللي ماسكين نص مجموعه الرداخ. اركب كليبساتي واقفل الوش بتاعي، و الكليبسات طبعا ما فيش كليبس بيركب مكان واحد يا جماعه، لان دي مقاسات مختلفه وكل واحد متفصل، الفيشة الذكر والنتاية متفصلين على بعض، ما ينفعش سوكت يركب مكان سوكت. اركب الوش، اسحب الوش على الشنكلين اللي من فوق من اعلى، زي ما حضرتك ما هتشوفوا في شنكل يمين وشنكل شمال، لازم الشنكلين يباتوا في الفتحة بتاعة الوش بتاعة الوش الامامي من الناحية الخلفية زي ما حضرتكم هتشوفوا كده بايتين مكانهم. وابدأ اربط المسمارين اللي تحت، ابدا اربط المسمارين اللي تحت، وبعد كده اركب الاوكر بتاعه السخن والبارد. زي ما حضراتكم شايفين كده كل حاجه باتت مكانها، ابدا اركب المسمارين، مسمار يمين ومسمار شمال. يا ريت يا جماعه لو اول مره تزورونا بالقناه ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد، وياريت مشاركة الفيديو على صفحاتكم عشان أكبر قدر من الإخوة يستفاد من الفيديو. وبكده إن شاء الله بتجميع الوش وتركيب الأوكر نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.